يقتل الريح فهو ينقل السحاب. هل من خلقك شيء اشد من الريح؟ قال خلقت المؤمن التقي يسير في ذلك كله يتصدق بيمينه فلا تدري عنها شماله. هل من خلقك شيء اشد من المؤمن التقي؟ قال خلقت النوم. هل من خلقك شيء اشد من النوم؟ قال خلقت الهم فهو يذهب النوم. هل من خلقك شيء اشد من الهم؟ قال خلقت الموت. فقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. حينما اراد الله تبارك وتعالى بزينة الارض زينها بالجبال فجعل من زينتها عرفات واحد والجودي والصفا والمروة فزينها بالانبياء وجعل من زينتهم ابراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى الوجيه. اما الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زينها بالاماكن جعل من زينتها بيت الله الحرام بيت المقدس مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الذي اتخذ على اهل الكهف. جعل من زينتها الاعوام فجعل من زينتها عام الفيل وعاما نجى فيه نبيه موسى من اذى فرعون وعاما اهلك فيه ابرهة الاشرم حينما اراد هدم بيت الله الحرام وعاما ولد فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فزينها بالشهور وجعل من زينتها الاربع الحر وزينها بالايام فجعل من زينتها الجمعة ويوم عرفات يوم الخزي الانبري للشيطان ويوم اهلك الله تبارك وتعالى سحرة فرعون ونجى نبيه موسى عليه السلام ويوم اولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجعل من زينتها ايضا الصحابة وجعل من زينة الصحابة ابا بكر الصديق عمر بن الخطاب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عثمان بن عفان عليهم رضوان الله اجمعين. فزينها بآل اي بآل بيت النبي فاطمة الزهراء الحسن والحسين الامام علي رضوان الله عليه. فزينها ببيوت الله وهو المساجد زينها بالخلق فجعل من زينتهم حملة القرآن تفاخرت الارض على السماء والسماء على الارض قالت السماوات اني في العرش والكرسي وقالت الارض اني في بطن جماج حملة القرآن يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ادعو قارئ فجر الليل الى الهواء مباشره باذن الله نستمع اليه في قران الفجر من مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها بمدينه القاهره. قارئ العالم في المقامات القرانيه الكبرى في الاحتفالات القرانيه العالميه نسال عنه دوله الهند وكذلك جنوب افريقيا نسال عنه العالم الاسلامي بكمله مثل مصر امام اكثر من 90 دوله اسلاميه وعربيه يقرا فيها القران لرب القران. فضيلة القارئ الدكتور ناصر حرس الملقب عالميا بملك المقامات القرانيه وحب التلاوه بجمعات الاذاعه والتلفزيون المصري ادعوه الان لنسك الختام فليتفضل فضيلته المشهوره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا. يا سيدنا إن للمتقين مفازا. حدائق وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. مبرور وذنبه مغفور ان شاء الله. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا
يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى
أنا مؤكد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا بك. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر
يفجر الإنسان مما خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان
عمرك. ما تضيق. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها من أسرار وأنت العزيز الغفار، نسألك ربنا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأعدل العادلين وأسرع الحاسبين أن تجعل ثواب ما تلي ونوره هدية مباركة واصلة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المقربين، ثم إلى روح راحلنا الكريم وسائر موتى المسلمين. سعدنا وإياكم بمسك الختام من ملك المقامات القرآنية والأثر الشعبية عالميا، المدعو من كبار الدول العالمية الإسلامية والأوروبية في تلاوة القرآن الكريم، قارئ الساحات القرآنية المباركة، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر الحرس، قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، قارئ فجر الليلة بإذن الله مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. في هذا المقام القرآني الكبير مشاركة لآل خليل الأكرمين، مشاركة في ليلة التكريم الراحل الكريم الحاج محمد عثمان والد الأستاذ الدكتور جمال عثمان، المهندس خالد عثمان والدكتور عثمان محمد عثمان الأستاذ عصام عثمان، ومشاركة للحاج مصطفى خليل وأبناء العمومة الكرام. شكرا إلى كل من وفد لهذا المقام القرآني الكبير، شكرا إلى رجال الأزهر الشريف ورجال الأوقاف، شكرا ايضا للنائب المنتظر الاستاذ عبد الله طلعت لقريه عمريه والى شباب هذا البلد الاكرمين جميعا الذين وفدوا لهذا المقام القراني الكبير. الذي نقله لحضراتكم على الهندسه الاذاعيه لمنذ قر الاذاعات بجمهوريه مصر العربيه الحاج محمد الخولي وابنائه المهندس وحيد والمهندس احمد الخولي، شكرا قناه مهندس محمد يسري ابو الليل القنوات الفضائيه، شكرا مخازن الفراشة الكبرى الحج عبد الصعيدي وأبنائه الكرام مهندس بشير الصعيدي، شكرا أولاد درويش.